مشاهدينا الكرام احبتنا احبة الوطن يا من تحملون امل عمان ومستقبلها طلبة التعليم العام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم إلى درس تعليمي اخر ورحلة اخرى من خلال برنامجكم المباشر درس على الهواء الذي يأتي قبيل الاسبوع الاخير من امتحانات هذه المرحلة الدراسية وقد بدا العد التنازلي لمرحلة مهمة من حياتكم، اكيد ما راح يبقى منها الا الذكريات الطيبة. احبتنا طلبة الدبلوم العام، اليوم نصحبكم في حلقة جديدة نخصصها للجزء الثاني من مادة الرياضيات البحتة. ورقة وقلم واوراق الامتحانات والكتاب المدرسي والآلة الحاسبة. أريد أسئلة التحدي بعد هذا الفاصل حياكم الله احبتنا طلاب وطالبات الصف الثاني عشر طلبه دبلوم التعليم العام في الجزء الثاني من حلقه الرياضيات البحته. كنا يوم امس قد انهينا الحلقه بمكالمتين مكالمه الطالبه الاء هي الاخيره التي لم يتسنى لنا الاجابه عنها يوم امس، ان شاء الله اليوم سنجيب على سؤال الاء في الامتحان التجريبي الاختياري رقم ثلاثه. وقبل ان نجيب على سؤال الا دعوني اولا اقرا البيان الذي صدر من وزاره التربيه والتعليم حيث تؤكد وزاره التربيه والتعليم لجميع الطلبه والطالبات واولياء امورهم الاستمرار في تنفيذ امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواها حسب الجداول المعتمده سابقا دون اي تعديل فيها راجيه لجميع الطلبه والطالبات التوفيق والنجاح. إذا هذا هو بيان وزارة التربية والتعليم، كثير جدا من الرسائل وصلتنا خلال الأيام الماضية حول احتمالية تأجيل الامتحانات، لكن هذا لم يحصل، الآن الامتحانات في سياقها العادي وحسب الجداول المعتمدة، ونتمنى إن شاء الله لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح. أمس أيضا في نهاية الحلقة كنت قد سألت الأستاذ هيثم ايش رايك في الاسئله التي وردنا في الحلقه؟ فالاستاذ هيثم قال انه الاسئله كانت متوسطه وكان يعلن لكم التحدي اليوم، يريد اسئله في مستويات عليا فعلا يحتاجها الطالب لان الامتحان بكره، اليوم خلونا نسال فعلا اسئله في الصميم، اسئله فيها فكره، اسئله فيها تحدي، حتى ما يجي لبعض الطلبه والطالبات يعني يرد يعني احيانا في صفحه الفيسبوك والبريد الالكتروني. أن الطالب يقول أنا أتابع الحلقة ولكن في أسئلة يعني تكون متكررة ومن الكتاب وأسئلة سطحية وكذا إحنا خلونا نتعامل بهذه الشفافية وهذه الموضوعية وهذه الصراحة لأن المصلحة مصلحة عامة نريد أسئلة في صلب المادة العلمية فعلا سؤال في تحدي طبعا أي سؤال يردنا على العين والرأس نجيب على كل سؤال في الكتاب في ورقة امتحانية ما يمكن نصادر أي سؤال يردنا على الهواء لكن اتمنى ان شاء الله يكون في سؤال يعني اللي مقدور عليه ما عليه نفكر فيه شويه بس اللي نشوف فيه تحدي يعرض على الاستاذ هيثم الاستاذ هيثم بن سعيد معلم ماده الرياضيات مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا اذا انا نقلت يعني وجهه نظرك يعني اعتقد شاطرنا الراي فيها جزاك الله لان عم. الامتحان بكره واليوم نريد فعلا ندخل في اسئله جاده شويه قويه كل الأسئلة أكيد مهمة نعم. وأبدا يعني, يعني لا نقلل من شأن أي سؤال وردنا طول فترة البرنامج لكن يهمنا أيضا نبحث في المستويات العليا من الأسئلة وهذا ديدا الامتحانات فيها جزء كبير من أسئلة القدرات العليا إن شاء الله. في البداية أستاذ هيثم أعتقد حضرت سؤال آلاء هي نعم وعدناها نجيب إن شاء الله إن شاء الله نبدأ إن شاء الله بسم الله طبعا هو السؤال الأول رقم ثلاثة في الاختبار التجريبي 2013-2014 لهذا العام السؤال يقول إذا كان التكامل من ثلاثة إلى أربعة دالة دال سين بالنسبة لسين يساوي ثمانية فإن التكامل من واحد إلى اثنين لدال سين زائد اثنين على صحيح نصف سين ناقص اثنين كل هذا بالنسبة لسين يساوي يريد ناتج هذا التكامل افضل ان ناخذ البسط وحده ونجيب ناتجه هنا وناخذ المقام وحده ونجيب ناتجه ايضا في المقام بالنسبه للبسط اللي هو تكامل من واحد إثنين دال سين زائد اثنين هي نفسها من ثلاثه الى اربعه دال س بالنسبه لسين يساوي ثمانيه هنا طبعا خاصية لا تغير في الانسحاب نشرحها كذا هي مثلا من ثلاثة إلى أربعة للدالة دال بالنسبة لسين هي نفسها أصلا آه اللي هي دال س زائد اثنين مكتوبة دال زائد اثنين اللي هي من واحد إلى اثنين طبعا ممكن أن نزيد هنا نزيد هنا اثنين عشان تكون ثلاثة مثل هذه ونزيد هنا اثنين نضيف هنا اثنين تكون هنا أربعة إذا هنا بتكون من ثلاثة إلى أربعة نفسها ونطرح هنا اثنين وبالتالي بنحصل على دال سين مثل هذه وبنحصل حدود التكامل من ثلاثة إلى أربعة إذا جوابها هذه هو ثمانية إذا هنا نرجع للمسألة في البسط يكون الجواب ثمانية الجواب النهائي على أه لا بد أن نكامل صحيح نصف سين ناقص اثنين في الفترة من واحد إلى اثنين. في الفترة من واحد إلى اثنين صحيح نصف سين ناقص اثنين. لما نريد نكامل هذا طبعاً أول شيء نجيب صفر الصحيح صفر الصحيح نبدأ بذل الخطوة. صفر الصحيح اللي داخل الصحيح نساوي بالصفر اللي هو نصف سين ناقص اثنين يساوي صفر اذا نصف سين يساوي اثنين نضرب الطرفين في اثنين طبعا عشان نتخلص من النصف اللي هنا اذا سين بتساوي اربعة اذا هذا هو صفر الصحيح نجيب طول الفترة الجزئية طول الفترة الجزئية طول الفترة الجزئية تساوي واحد على مطلق ألف مطلق ألف اللي هو معامل سين معامل سين هنا عندنا نصف إذا واحد على النصف يعطينا اثنين إذا طول الفترة الجزئية هنا اثنين إذا نبدأ نرسم خط الأعداد طبعا هذا صفر الصحيح اللي هو أربعة وطول الفترة الجزئية هنا معنا كم؟ معنا اثنين. إذا تروح كذا اه تروح خطوتين إذا هنا بتكون ستة. ترجع كذا خطوتين لأن طول الفترة الجزئية اثنين. ايه يكون هنا عندنا اثنين. ترجع كذا خطوتين ايه يكون عندنا ايش؟ صفر. اه نبدأ نجيب النواتق، النواتق النواتج طبعا هنا الناتج يكون صفر. الناتج هنا سالب واحد. الناتج هنا ايش؟ سالب اثنين. نحن محتاجين في حدود التكامل من واحد إلى اثنين، هذه المنطقة، هذه المنطقة جوابها سالب اثنين. إذا بنروح نكتب هنا، نكتب هنا أن الجواب بتكامل من س من واحد إلى اثنين، جواب نصف سين ناقص اثنين في الفترة من واحد إلى اثنين هو سالب اثنين. إن جين كامل سالب اثنين بالنسبة لسين، لما نكامله يكون سالب اثنين سين من واحد إلى اثنين. بعد كذا نعوض بالثنين سالب اثنين في اثنين بيكون عندنا سالب اربعة ناقص نعوض بواحد هنا واحد في سالب اثنين يعطينا سالب اثنين اذا سالب اربعة ناقص سالب اثنين بيكون الناتج سالب اثنين اذا جواب المقام عندنا سالب اثنين نرجع للمسألة اذا هنا المقام كامل جوابه سالب اثنين اذا ثمانية تقسيم سالب اثنين يعطينا الجواب سالب أربعة وهو الجواب النهائي للمسألة جميل جميل إذن هذه كانت إجابة الطالبة آلاء كانت في حلقة الأمس اليوم على بركة الله نأخذ أولى المكالمات معنا مريم السلام عليكم عليكم السلام مريم كيف الحال؟ الحمد لله تمام من وين؟ من الشرقية من الشرقية خلاص جاهزين لامتحان الغد إن شاء الله؟ الحمد لله تابعتي حلقة يوم أمس؟ لا والله ليش؟ كانت في حلقة وكانت في إعادة يعني احنا نخشى أيضا أن يكون في أسئلة متكررة منكم. ما أعطيني سؤالك مريم. سؤالي في الكتاب المدرسي صفحة 249 أيوه رقم 13 249؟ أيوه نعم. أستاذ هيثم 249؟ أيوة رقم 13 إن شاء الله طيب يا مريم تابعينا طيب شكرا تابعينا نأخذ آمنة أيوة السلام عليكم عليكم السلام آمنة كيف الحال الحمد لله نشكر الله من وين من العمرات من العمرات أعطيني سؤالك مريم آمنة أستاذ لو سمحت صفحة 142 في الكتاب 142 طيب هذا استفسار بس سؤالي ثاني يكون طيب أعطينا أول استفسارك نعم. تفضلي. اللي هو في المثال ثلاثة. نعم. اه ليش حطينا واحد على عشرة قبل ايه التكامل. أيوة طيب هو أساسا هنا أنتي شوفي أول شيء داخل القوس كم مشتقة اللي داخل القوس؟ اثنين. لا اللي داخل اه القوس. خمسة سين تربيع زائد اثنين. أيوة كم مشتقة خمسة سين تربيع زائد اثنين؟ مشتقتها. أيوة. يكون. ها يكون سين. أه عشرة سين عشرة سين صحيح طيب أيوة. هناك في أتف... سين برا من ينقصها أيوة. السين هذه نضربها في كم نضربها في عشرة أيوة. تمام فإذا ضربنا داخل حدو... داخل علامة التكامل عشرة لازم برا نضرب واحد على عشرة عشان نحسس المسألة إن ما سوينا فيها أي تغيير. إنزين. فهمت السبب؟ قبل التكامل نسوي نفس العدد اللي ضربناها في السين اللي برا القوس مقلوبة ما نفسه مقلوبة مقلوبة مثلا أنت ضربتي في خمسة مثلا إذا قبل التكامل ضربي في واحد على خمسة واحد انزين شكرا وضحت الفكرة؟ كيف طيب شكرا تمام عم نعطيه سؤال السؤال الثاني مه. عندي في الاختبار التقريبي اختي اختر اثنين اختار اثنين ان شاء الله اللي أيوة. هو السؤال الاول رقم اثنين مفرد اثنين ايوه اذا كان تكامل سبعة الى ثلاثة خلاص من ثلاثة, 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 الى سبعة ايوه طيب ان شاء الله طيب امنا طيب اذا احنا يعني فعلا ما ناخذ الاسئله المتكرره ولكن في ملاحظه يعني لو طالب استمع لحلقه تابع حلقه الامس لكن في اجابه هو ما مقتنع فيها او يرى ان مثلا في معلومه سقطت سهوا من المعلم بامكانه يتصل اليوم ومباشره بكل شفافيه يتكلم مع المعلم ويناقش المساله اللي هو يرى انها ربما يكون فيها خطا كذا لان ايضا نبهني استاذ هيثم ان المعلم احيانا مع السرعه كذا يسقط منه شيء او كذا فاي ملاحظه من هذا النوع احنا على طول ممكن الطالب يتداخل مع المعلم بكل ثقه ويناقش المعلم استاذ <سؤال> هيثم ان شاء الله آه، مريم السؤال رقم 13 صفحة 249 كان السؤال في الكتاب المدرسي صفحة 249 طبعا السؤال يقول لتكن نون اللي هي الف هاء وصفر اذا هنا عندنا النقطة اللي اسمها نون اللي هي الف هاء وصفر نقطة في المستوى الديكارتي ولام مستقيم معلوم في المستوى نفسه غير مار بالنقطة نون ومعادلته س تساوي ألف على هاء معادلة المستقيم لام س تساوي ألف على هاء هذا هو المستقيم لام معادلته س تساوي ألف على هاء حيث ألف وهاء عددان موجبان يعني ألف وها أكبر من الصفر عموما والهاء أكبر من واحد في المعطى قلنا أن الهاء أكبر من واحد وأيضا الألف والهاء عدد عددا موجبان أه طيب هنا والمطلوب ألف أوجد معادلة المحل الهندسي للنقطة واو سين وصاد عندنا نقطة اللي اسمها واو اللي هي سين وصاد المتحركة في المستوى بحيث يكون بعدها عن النقطة نون يساوي هاء في بعدها العمودي عن المستقيم لام. أول شيء آه نأخذ الطرف الأيمن في هذه آه طبعا هو يقول النقطة بعد النقطة هذه اللي هي سين وصاد المتحركة في المستوى يكون بعدها عن النقطة نون عن النقطة اللي هي ألف هاء وصفر. أول شيء نأخذ الطرف الأيمن. الطرف الأيمن سين ناقص ألف هاء الكل تربيع زائد صاد ناقص الصفر الكل تربيع يساوي هاء ضرب بعدها العمودي عن المستقيم لام إذا لازم أجيب بعد النقطة سين وصاد عن المستقيم اللي هو س يساوي ألف على هاء أجيبهم على جنب كذا البعد بين النقطة اللي هي س وصاد اللي هي واو عن المستقيم س يساوي ألف على هاء طبعا قانون بعد نقطة عن مستقيم البعد قانون البعد يساوي مطلق أ س واحد زائد باء صاد واحد زائد جيم على الجذر التربيعي لألف تربيع زائد باء تربيع طبعا في النقطة هي اللي تمثل س واحد وصاد واحد أما هنا في المستقيم عندنا س ناقص الف على هاء نكتبه بهذه الصورة يساوي صفر س ناقص الف على هاء يساوي صفر إذا الألف هنا عندنا اللي هي معامل السين اللي هي واحد الباء يفترض معامل صاد لكن ما يوجد صاد معنا لذلك يساوي صفر الجيم هنا اللي هي سالب ألف على هاء القيم هنا اللي هي سالب ألف على ه نجيب البعد يساوي مطلق ا كما قلنا عندنا واحد في س واحد اللي هي س اذا تعطينا س زائد الباء هنا صفر صفر في ص زائد الجيم اللي هي سالب ألف على ه على ألف تربيع زائد باء تربيع، الألف تربيع هنا واحد زائد الباء تربيع اللي هي هنا صفر، صفر تربيع. إذا بيكون على واحد، إذا بيكون الناتج س ناقص ألف على هاء. نرجع للمسألة، إذا وجدنا البعد بين النقطة اللي هي واو س وص و المستقيم اللي هو س لام اللي هو س يساوي الف على ه كان الجواب س ناقص الف على ه اذا هنا قال تضرب الهاء في البعد بين المستقيم والنقطة إذا هذه هذه س ناقص ألف على ه الآن نربع الطرفين نربع الطرفين ربع الطرف الايمن بيكون عندنا سين ناقص الف هاء الكل تربيع زائد صاد تربيع يروح القدر التربيعي نربع هذه بتكون عندنا هاء تربيع نربع القوس بيكون سين ناقص الف على هاء الكل تربيع الان نفكك الاقواس هذه س تربيع ناقص اثنين في الاول في الثاني، اثنين الف ها س زائد مربع الثاني اللي هو الف تربيع ها تربيع زائد الصاد تربيع. يساوي نضرب آه هذه طبعا ها تربيع، الان قبل ان نضرب نفكك القوس هذا ايضا. لما نفكك هذا القوس مربع الأول بتكون سين تربيع ناقص اثنين في الأول في الثاني اثنين ألف على هاء سين زائد مربع الثاني اللي هو ألف تربيع على هاء تربيع نكتب الطرف الأيمن مثل ما هو سين تربيع ناقص اثنين ألف هاء سين زائد ألف تربيع هاء تربيع زائد صاد تربيع يساوي نفكك الطرف الأيسر نفكك القوس نضرب الها تربيع في القوس هاء تربيع في سين تربيع بيكون هاء تربيع سين تربيع ناقص لما نضرب الها تربيع هنا بتروح هاء مع هاء تبقى هاء واحدة سالب اثنين ألف هاء سين نضرب الهاء تربيع هنا بيبقى عندنا هنا ألف تربيع الأشياء المتشابهة من الطرفين اللي هي سالب اثنين ألف هاء سين، وسالب اثنين هاء ألف هاء سين، ناخذهم مع بعض نحذفهم مع بعض نختصرهم. بعد كذا الجهة هذه هاء سين تربيع هاء تربيع سين تربيع، ناخذ معها سين تربيع في الجهة الثانية إذا بتكون سالب سين تربيع. وناخذ الصاد تربيع ايضا في الجهه الاخرى بتكون سالب صاد تربيع يساوي هنا موجود عندنا الف تربيع هاء تربيع الف تربيع هاء تربيع ناخذ معها الالف تربيع في الجهه الثانيه بتغيير الاشاره مع تغيير الاشاره بتكون سالب الف تربيع هنا نستطيع ناخذ السين تربيع عامل مشترك بيبقى عندي هاء تربيع ناقص واحد ناقص الصاد تربيع هنا نقدر ايضا ناخذ الالف تربيع عامل مشترك بيبقى عندي هاء تربيع ناقص واحد بعد كذا نقسم الطرفين على الف تربيع هاء تربيع ناقص واحد نقسم على ألف تربيع في هاء تربيع ناقص واحد بيكون عندي سين تربيع على لما أقسم هذه هاء على هاء تربيع ناقص واحد على ألف تربيع أيضاً بيبقى لي بس ألف تربيع ناقص الصاد تربيع لما أقسمها الصاد تربيع لما أقسمها على ألف تربيع في هاء تربيع ناقص واحد بيكون هنا ألف تربيع تربيع ناقص واحد يساوي لما اقسم على الف تربيع ها تربيع ناقص واحد الطرف الايسر بيبقى عندي واحد. اذا هذا جواب الف اللي هو اوجد معادله المحل الهندسي. بالنسبه لجواب باء ما اسم الشكل الهندسي الذي تمثله معادله المحل الهندسي للنقطه واو؟ طبعا هذا قطع زائد. عرفنا ان قطع زائد لانه هو قالنا ان الالف الالف هي موجبه وقالنا إن ايضا ان الهاء موجبه واثبتنا وقالنا ان الهاء اكبر من واحد معناته انه هنا ما يكون صفر الناتج ولا يكون عدد سالب والاشاره هنا ناقص طبعا اذا هذا قطع زائد يعتبر قطع زائد انتهت الاجابه على السؤال رقم 13 صفحه 249 إذا ننتقل إلى السؤال الآن من صفحة 142 102 لا عفوا الامتحان التجريبي نعم اختر رقم اثنين طيب إن شاء الله الامتحان التجريبي إن شاء الله اختر رقم اثنين آه في الاختبار التجريبي السؤال الأول رقم اثنين من اختبار 2013 2014 يقول السؤال إذا كان التكامل من ثلاثة إلى سبعة التكامل من ثلاثة إلى سبعة لثلاثة قاف سين بالنسبة لسين يساوي سبعة وعشرين ومن المعطيات اللي اعطانا اياها ايضا قال التكامل من ثلاثة إلى عشرة لخمسة في قاف سين بالنسبة لسين يساوي خمستاش فإن التكامل من سبعة إلى عشرة لقاف سين بالنسبة لسين يساوي هو يريد التكامل من سبعة إلى عشرة طبعا ممكن هنا باستخدام خاصية الإضافة هذا طبعا سؤال على خاصية الإضافة معناه هو يريدنا نجيب التكامل أولا من سبعة إلى ثلاثة لقاف سين بالنسبة لسين ونجمعه مع التكامل اللي هو من ثلاثة إلى عشرة قاف سين بالنسبة لسين يعني يريدنا نتوصل للتكامل من سبعة إلى ثلاثة ونجمع مع التكامل من ثلاثة إلى عشرة للدالة قاف سين بالنسبة لسين وطلب منا طبعا من سبعة إلى عشرة أولا هذه عندنا التكامل من ثلاثة إلى سبعة لثلاثة قاف سين بالنسبة لسين يساوي سبعة وعشرين لما نقسم على ثلاثة نحصل على التكامل من ثلاثة إلى سبعة قاف سين بالنسبة لسين نقسم على ثلاثة هنا ونقسم على ثلاثة هنا بيكون الناتج عندنا هنا تسعة من ثلاثة إلى عشرة خمسة قاف بالنسبة لسين نحن نريد من ثلاثة إلى عشرة قاف فقط بدون الخمسة إذا لازم نقسم الطرفين على خمسة نقسم هذا الطرف على خمسة وهذا الطرف على خمسة 15 تقسيم خمسة يعطينا ثلاثة طيب نشوف إيش المطلوب الحين هنا من سبعة إلى ثلاثة قاف سين بالنسبة لسين عطانا هنا من ثلاثة إلى سبعة قاف سين بالنسبة لسين تسعة إذا من سبعة إلى ثلاثة بتكون سالب تسعة لأن هذه فيها خاصية تبديل الحدود زائد من ثلاثة إلى عشرة قاف سين بالنسبة لسين طبعا ثلاثة إذا نجمع هنا ثلاثة سالب تسعة زائد ثلاثة بيعطينا الناتج سالب ستة إذا الجواب النهائي يكون سالب ستة لهذا السؤال. طيب احسنت استاذ هيثم، آه ناخذ سؤال من الطالب سالم الريامي. نعم. صفحة 170 في الكتاب. الطالب اللي ما حدد لنا أمس كم الرقم بالضبط اليوم حدد. ايوه 170. قال رقم 20. رقم 20 إن شاء الله. طيب. نحل الحين؟ نعم. السؤال رقم عشرين في صفحة 170 في الكتاب المدرسي السؤال يقول منحنى يمر بالنقطتين ثنين وسالب ثنين إذا المنحنى يمر بالنقطة اثنين وسالب اثنين النقطة الثانية هي ثلاثة وواحد ومعدل تغير ميل المماس له يساوي اثنين في واحد ناقص ستة لما يقول معدل تغير ميل المماس يقصد بالمشتقة الثانية يعني دال تربيع صاد على دال سين تربيع يساوي اثنين في واحد ناقص ستة سين قد معادلته يعني يقصد يريد معادلة المنحنى اللي هو صاد طبعا هنا عندنا المشتقة الثانية نعدل أول شيء كتابة المشتقة الثانية هذه دال تربيع صاد على دال س تربيع نضرب الاثنين داخل القوس اثنين في واحد تعطينا اثنين ناقص اثنين في في ستة بيكون اثنا عشر س أول شيء نحن عشان نحصل على ص لازم اه نحصل على المشتقة الأولى أولا إذا دال ص على دال س يساوي عشان نحصل على المشتقة الأولى لازم نكامل المشتقة الثانية لما نكامل اثنين بالنسبة لسين بتكون معنا اثنين سين ولما نكامل سالب 12 سين بالنسبة لسين بيكون معنا سالب ستة سين تربيع زائد الثابت هذا طبعا بالنسبة ل المشتقة الأولى حصلنا على المشتقة الأولى لكن ما عندنا أي معطيات على المشتقة الأولى إذا نضطر نكامل مرة ثانية المشتقة الأولى عشان نحصل على ص نكامل 2 سين بيكون عندنا سين تربيع نكامل سالب ستة سين تربيع نزيد هنا الأس واحد تكون ثلاثة ونقسم هنا على ثلاثة بيكون الناتج هنا اثنين إذا تكون سالب اثنين سين تكعيب زائد لما نكامل الثابت هذا هيكون ثابت سين ونضيف عليه ثابت للتكامل طبعا عشان نميز بين الثابت هذا والثابت هذا نكتب على هذا واحد نكتب على هذا اثنين اذا تكون هذه المعادلة هي المعادلة هي معادلة المنحنى بس ينقصنا طبعا قيمة الثابت الأول والثابت الثاني لازم نعوض بالنقطتين اللي هن اثنين وسالب اثنين ونعوض ب اللي هن اثنين وسالب اثنين وثلاثة واحد. نعوض أولًا بالنقطة اثنين وسالب اثنين. نعوض اثنين وسالب اثنين. طبعًا سالب اثنين مكان الصاد والثنين مكان الصين. نكتب هنا سالب اثنين. تساوي لما نعوض اثنين هنا، اثنين تربيع بتكون أربعة ناقص، لما نعوض اثنين هنا، اثنين تكعيب بتكون ثمانية، ثمانية في سالب اثنين بيكون سالب ستاش. لما نعوض هنا اثنين، بتكون اثنين ثابت واحد. لما نعوض اه خلاص ونكتب هنا زائد ثابت اثنين. بعد كذا نشوف 2 ثابت 1 زائد الثابت الثاني كم يساوي 4 ناقص 16 بيكون عندنا سالب 12 سالب 12 لما نشيلها الجهه الثانيه بتكون 12 12 ناقص 2 بتكون 10 اذا 2 ثابت 1 زائد الثابت الثاني يساوي 10 اذا هذه هي المعادله الاولى اللي حصلنا عليها بعد كذا نعوض بالنقطة الثانية في المنحنى اللي هي النقطة ثلاثة وواحد، نعوض النقطة ثلاثة وواحد، الثلاثة مكان السين، والواحد مكان الصاد، في نفس المنحنى، إذا واحد يساوي، لما تعوض هنا ثلاثة، ثلاثة تربيع بتكون عندنا تسعة. نعوض الثلاثة هنا مكان السين تكعيب بيكون عندنا سبعة وعشرين، سبعة وعشرين نضربها في سالب اثنين بيعطينا سالب أربعة وخمسين، تسعة ناقص أربعة وخمسين، نعوض الثلاثة هنا مكان السين، بتكون ثلاثة ثابت واحد زائد الثابت الثاني، الآن نجمع. الارقام هذه بحيث ان نخلي ثلاثة ثابت واحد زائد الثابت الثاني يساوي تسعة ناقص أربعة وخمسين بيعطينا سالب خمسة وأربعين ناتج هذا الرقمين سالب خمسة وأربعين لما ناخذ السالب خمسة وأربعين الجهة الثانية مع الواحد بيكون هنا الناتج كم ستة وأربعين وبتكون هذه هي المعادلة الثانية، الآن عشان نحصل على الثابت الأول والثابت الثاني، نحل المعادلتين، ناخذ المعادلة اللي هي ثلاثة ثابت واحد زائد الثابت الثاني يساوي ستة وأربعين، وناخذ المعادلة الأولى اللي هي اثنين ثابت واحد زائد الثابت الثاني يساوي عشرة. ونستخدم عملية الطرح بالطرح نغير الإشارات هنا سالب وهذه سالب وهذه سالب اللي هي المعادلة الأولى ثلاثة ثابت واحد ناقص اثنين ثابت واحد بيكون ثابت واحد ناخذ ثابت الثاني مع الثابت الثاني خلاص ستة وأربعين ناقص عشرة أي يكون هنا ستة وثلاثين إذا نحن عرفنا الثابت الأول نعوض في المعادلة الاولى مثلا او الثانيه ما في اي اشكال اذا 2 بدل الثابت الاول اكتب 36 زائد الثابت الثاني يساوي 10 اذا 2 في 36 يكون 72 72 ناخذ 72 للجهه الثانيه اذا الثابت الثاني يساوي بيكون عشرة ناقص اثنين وسبعين بيكون سالب اثنين وستين وبكذا حصلنا على الثابت الثاني الآن نرجع نكتب المعادلة إذا ص تساوي نشوف المعادلة هنا المعادلة اللي هي س تربيع ناقص اثنين س تكعيب س تربيع ناقص اثنين س تكعيب زائد ثابت واحد س، الثابت الاول نحن قلنا ان ناتك 36، اذا 36 س ناقص 62، لان الثابت الثاني 62، 36 س ناقص 62، وبالتالي هذه هي معادله المنحنى المطلوب اللي هي صاد تساوي س تربيع ناقص 2 س تكعيب زائد 36 س ناقص 62 تسلم استاذ هيثم نعود للمكالمات ناخذ معنا احمد احمد السلام عليكم احمد السلام عليكم حياك الله احمد كيف حالك؟ ناخذ علي علي مساء الخير مساء النور كيف الحال؟ الحمد لله خير. من وين؟ من بهلة. من بهلة. كيف معنوياتكم علي؟ الحمد لله زي. خلاص باقي اسبوع ان شاء الله ويرتاح بالكم ها؟ ان شاء الله اعطيني سؤالك ممكن لو سمحت اتواصل مع الاستاذ تفضل سلام سلام. تفضل طول معك السلام عليكم استاذ وعليكم السلام ورحمه الله تفضل استاذ لو سمحت عندي ثلاث استفسارات بسيطه آه الاستفسار الاول نعم. هل آه يرد قوانين في الاختبار قوانين في الاختبار لا ما تعطى القوانين في الاختبار في الرياضيات ما نعطي القوانين ما مثل الفيزياء ايوه نعم. زين هسه الاستفسار الثاني نعم. آه، عندي عادة تعريف نعم المطلق آه، وتكون الداله اللي داخل آه، مثلا تربيعيه او تكعيبيه نعم كيف يكون عادة تعريف آه، لازم تحللها اول شيء يعني الداله التربيعيه لازم تحللها ايوه تمام؟ يعني نعم. أنا أعطيك مثال أنت تابع معي بعطيك مثال بشرح لك كيف. إن شاء الله. أه، الاستفسار الأخير. نعم. أه، أنا وردني شنو سؤال. نعم. لما لما تجيب الاحتمال ماله تجيبه عن طريق التوافيق. نعم. ممكن تشرح لي الطريقة؟ تجيبه عن طريق التوافيق، نحن أمس تكلمنا عن هذا الموضوع. انت ما اعرف ايش تقصد بالتوافيق لان توزيع الحدين في توافيق ايضا لا هو ما 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 يعني توزيع الحدين قبل هذا لقيته قبل في الدروس اللي قبل نعم شوف هو هناك لابد ان نتفرق بين مسائل نوعين من المسائل تمام أيوه. مسائل أيوه. احيانا يذكر لك فيها مع الارجاع ايوه تمام فاذا ذكر لك مع الارجاع تس تستخدم نظريه ذات الحدين اذا قال لك بدون ارجاع تستخدم مبدا العد في الاحتمالات معي آه ايوه اللي هو ممكن انت تشرح مبدا العد مبدا العد في الاحتمالات ما ممكن اشرحه هذا درس كبير يعني طيب علي على, كلام علي كثير فيه ما علي احنا اعطيتك انا وقت كافي كذا اعطيني سؤالك هو هذا بس كان السؤال الاخير عندي عن سؤال يعني علي طيب اعطيني سؤالك باختصار علي انا ده. بوضح لك موضوع المطلق لكن موضوع استخدام مبدا العد في الاحتمالات هو موضوع طويل انت اخذته في الصف يعتبر من الاساسيات اللي انت اخذتها في الصف الحادي عشر. طيب فاهمني؟ ايوه طيب أيوة. علي علي انا راح اطلب من الاستاذ هيثم سؤال في الامتحان التجريبي نعم. سالناه يوم امس السؤال الثالث رقم ثلاثه فيما اعتقد يعني. سؤال طيب ثالث. علي علي خليك متابع معنا لان في سؤال ان شاء الله اتوقع هو اللي راح يخدمك. خليك طيب. خليك متابع شكرا لاتصالك. في رقم ثلاثة نعم اللي هو مع الأرجاء مع الأرجع. خلينا ناخذ نموذج اخر طيب بالطريقة الأخرى. أعتقد هذا سؤال علي هو غالبا يجيهم مع الارجاع لان مع الارجاع يتعلق بتوزيع ذات الحدين طيب احنا نريده نريد بالطريقه الاخرى ان شاء الله اذا هذا السؤال نيابه عن علي انا اطلب منك تمام. الطريقه الاخرى ان شاء الله ناخذ احلام احلام السلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال احلام الحمد لله زين من وين من الشرقيه الشرقيه طيب اعطيني سؤالك احلام عندي استفسار سؤال طيب اليوم كلكم استفسارات وأسئلة هاتي طيب تفضل تفضل آه سؤال اختار لأن اختبار تجريبي العام 2013 و 14 رقم آه ستة اختار رقم ستة أيوة صفحة آه 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 اثنين صفحة اثنين واضح سيد هيثم آه الاختيار رقم ستة لا. في الاختبار التجريبي اللي هو مال هذا العام لا. ايوه لعام 2013 و2014 نحن اجبنا علي امس الاختيار رقم سته. ما تابعتي الحلقه؟ تابعتها آه. نحن اجبنا علي الاختيار رقم سته امس. احنا اجبنا على ثلاثه اعتقد؟ لا اجبنا على سته أيوة. اجبنا على سته هي. طيب اعطيني سؤالك الاخر لك آه. آه. لو سمحت آه. استفساري نعم آه. المساحه اللي تكون أريد أكلم الأستاذ تفضلي نعم تفضلي أستاذ المساحة اللي تكون تحت المنحنى المساحات عشان نوجد المساحة اللي تحت المنحنى نعم لما ناخذها بالمطلق هل ناخذها بالسالب أو بالموجب نعوضها في الـ... نعوضها بالقانون طبعاً طبعاً المساحة دائماً تكون يكون جوابها موجب ما يكون جوابها سالب المساحة فاهمة معي؟ المطلق هو نعم. كافي بانه يعطيش الموجب لاي ناتج طلع ليش مثلا نفرض انش كاملتي داخل علامه المطلق وطلع الجواب سالب 13 اذا لما تطلعيه خارج المطلق وش تكتبي؟ بالموجب خلاص 13 فهمتي كيف؟ آه ايوه بس لما نحن نعوض بالقانون الكامل نعم ايوه لما بنكامل في القانون مثلا وحدة المساحة ايوه التبقات. نعم لو نلاحظ هناك الرسومات الرسمة الثالثة نعم انزين الرسمة الثالثة نلاحظ لان يعني كذا عندي الكتاب هنا موجود انت تقولي الرسمة الثالثة في المساحات يا ريت أيوة. احلام على طول دخلي في في على طول ما مشكلة ما الموضوع. مشكلة انا عندي الرسمة الثالثة الحين انت اللي تقصديها نعم ايوه المساحة اللي تكون تحت المنحنى إذا أخذناها بالموجب أيوه آه هي تكون تحت المنحنى بين محور السناب نعم ناخذها لما نكملها بالثالث لا أنت شوفي كيف تتكاملي نحن معنا الرسمة هنا في الكتاب أنت معي الآن في الكتاب المدرسي صفحة 156 نعم طيب موجودة الصفحة معش فتحتناها صح؟ أيوه خلاص لما تكاملي من ألف إلى جيم الدالة قاف س بشكل عادي بالموجب. صحيح أيوة. ايوه ايوه بتكتبي زائد تمام أيوة. أيوة. عنديش ايوه عدة خيارات يا ان شوفي شوفي معي على السبورة المساحة تساوي طبعا انا اتكلم عن الرسمة الثالثة زين المساحة تكتب تكتبي المطلق تمام من أيوة. الف إلى جيم تمام قاف سين بالنسبة, بالنسبة لسين جالسين. أيوة هذا لو بغينا نكتب المطلق طبعا زائد أيوة. مطلق من جيم, من جيم إلى باء لقاف سين, سين بالنسبة جالسين. لسين أغلقنا المطلق هذا أيوة. ممكن نكتب بهذة الطريقة أو ممكن لو ما بغيت تستخدم المطلق أبدا ما بغيت تستخدمي المطلق واضح كيف تسوي؟ أيوة. كتبي ميم تساوي من بارش. ألف إلى جيم قاف سين بالنسبة لسين لديالسين. أيوة لكن هنا لازم تكتبي ناقص أيوة. من جيم إلى باء قاف بارش. سين بالنسبة لسين ليش تكتبي ناقص؟ لأن مئة بالمئة التكامل من جيم إلى باء بيعطيش بالسالب واضح؟ عشان تي تتفادي السالب مو لازم تكتبي قبل اشاره ايش؟ سالبه ايوه اشاره ايش؟ سالبه عشان ينضرب السالب في السالب فتحصلي على ناتج موجب في النهايه موجب واضح الكلام ولا لا؟ واضح مشكور عفوا حياك شكرا اذا خلونا نتفق على على نظام كذا معين اي استفسار يعني في تفاصيل كذا ارسلوه مباشره الى البريد الالكتروني وانا ان شاء الله مباشره قبل نهايه الحلقه ساعطي كل الاستفسارات للاستاذ هيثم اما الاتصالات خلونا فقط في سؤال اجرائي محدد افضل يعني عشان نكسب وقت واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق السؤال اللي سالتك نيابه عن علي يعني انزل. اتوقع انه هذا السؤال اللي يريده هو مع طريقه عدم الارجاع طيب هو طيب هو هو طبعا المقرر عليهم هو اللي مع الارجاع مقرر عليهم إذن. لان هذا يخص توزيع الحدين جميل ايوه فما اعرف ان شرح اول شيء على المطلق هو سأل على المطلق اذا نشرح ما دام عدم الارجاع غير مطالب في الطالب فاشرح عن المطلق فقط نشرح عن المطلق ونشرح مع الارجاع ما مشكله طيب. اللي انت قلت إن مع الارجاع امس اجبنا عنه امس اجبنا عنها اللي هي المساله رقم ثلاثة بالضبط اذا آه. يمكن الطلبه والطالبات يرجعوا لليوتيوب وحلقه الرياضيات البحته موجوده طيب تفضل استاذ طيب هو سأل عن تعريف المطلق لما يكون مثلا مطلق س تربيع زائد خمسة س زائد ستة كيف بيكون التعريف في خط الأعداد طبعا أول شيء لما نجد حلل س تربيع زائد خمسة س زائد ستة يساوي صفر لما نحللها تكون س زائد ثلاثة وسين زائد اثنين يساوي صفر إذن س تساوي سالب ثلاثة س تساوي سالب اثنين لما نرسم خط الأعداد هنا موجب ما لا نهاية سالب ما لا نهاية عندنا النقط اللي هي سالب ثلاثة وعندنا سالب اثنين في عادة التعريف طبعا اه لو لو جينا وأخذنا مثلا نريد نكتب س تربيع زائد 5 س زائد 6 هل نكتبها س تربيع زائد 5 س زائد 6 او نضربها في سالب؟ انزين طبعا هنا لو افترضنا هنا عدد اللي هو اكبر من سالب اثنين مثلا صفر لو اخذنا هنا صفر دائما يكون لما يكون تربيع يكون مثل مثل عكس يعني مثل في الاشاره مثل في الاشاره وهنا عكس كيف يعني؟ يعني س تربيع زائد خمسة س زائد ستة، نكتبها كذا س تربيع زائد خمسة س زائد ستة، ونكتب هنا س تربيع زائد خمسة س زائد ستة، أما هنا نكتب سالب س تربيع ناقص خمسة س ناقص ستة، لابد إن نضرب في سالب. ما بين السالب ثلاثة وما بين السالب اثنين، حتى يكون عكس، لأن القاعدة في التربيع تقول مثل مثل عكس، يعني مثل إشارة, إشارة السين تربيع يعني هنا موجبة، هنا موجبة، وهنا ايش؟ سالبة، هنا لابد أن نضرب في السالب، حتى لو أخذنا افتراض على أعداد معينة، لو افترضنا مثلاً العدد صفر هنا موجود، عوضناه هنا بيطلع لنا موجب. لو افترضنا عدد ما بين السالب ثلاثة والسالب اثنين اللي هو مثلا سالب اثنين ونص وعوضنا هنا بيجيب لنا إجابة موجبة أيضا لأن المطلق دائما يعطينا موجب أه هنا لو عوضنا مثلا سالب أربعة وسالب خمسة عوضنا لنا بيعطينا أيضا إجابة موجبة هذا هو شرح لموضوع المطلق تعريف المطلق لو كان تربيع جميل إذا نأخذ سؤال بريد إلكتروني من الطالبة سارر السالمي عندها سؤال واستفسار، السؤال في الامتحان التجريبي لهذا العام، السؤال الرابع رقم ثلاثة الجزئة ألف. السؤال الرابع رقم ثلاثة. نعم. الجزئية ألف. طيب. أما الاستفسار ففي نفس الامتحان، السؤال الثالث رقم اثنين. نعم. الجزئية ألف. نعم السؤال بالتحديد هل السؤال في خطا لان القيم اللي يعني حسبتها الطالبه غير عن النموذج يعني لما نسوي لام ثلاثة نعم هي كذا سؤالها يعني طيب نشوف السؤال هذا ن... نوضح يعني إذن... نحاول نحله وبنعرف اذا كان في خطا او لا اذا نجيب على السؤال الثاني اللي هي اللي هو في الاستفسار هذا طيب اول شيء نجيب على واحد. السؤال الثالث رقم اثنين لا سؤال واحد نكتفي بسؤال واحد حتى يعني نبعد الشبهة عن الطلاب يعني هل في خطأ وما في خطأ أو كذا لأن وردتني هالملاحظة أكثر من من أكثر من طالب نعم طيب. خلينا في السؤال الثالث رقم اثنين الجزئية ألف السؤال الثالث رقم اثنين نعم الجزئية ألف ونشوف في خطأ ولا لا طيب إن شاء الله نشوف لام ثلاثة إن شاء الله السؤال الثالث رقم اثنين <applause> في الاختبار التقريبي 2013-2014 عند إلقاء قطعتي نقد واحدة تلو الأخرى طبعا عدد مرات إجراء التجربة هنا اثنين نون تساوي اثنين كان احتمال ظهور الصورة يساوي اثنين على ثلاثة إذا احتمال النجاح هنا اللي هو احتمال ظهور الصورة اثنين على ثلاثة وطبعا عدم الظهور اللي هو احتمال الفشل بيكون واحد على ثلاثة فإذا كان المتغير العشوائي سين يعرف بأنه عدد مرات ظهور الصورة فأوجد كل من ألف جدول التوزيع الاحتمالي طبعا السين ممكن تكون ممكن هو ترى عندنا رميتين أو قطعتين نقد رميناهم كل واحد مرة واحدة فهنا عندنا مجموع قراءة مرات قراءة تجربة عدد مرات قراءة تجربة اثنين فممكن ما تظهر أبدا يعني صفر وممكن تظهر مرة واحدة وممكن تظهر مرتين يعني نحن عندنا نرمي مرتين فممكن ما تظهر ولا مرة الصورة لذلك نقول صفر ممكن تظهر مرة واحدة وممكن تظهر في المرتين إذا هذه الاحتمالات الموجودة عندنا هذه السين اللي هي المتغير العشوائي قيم المتغير العشوائي اللي هي صفر وواحد واثنين لما نريد نجيب احتمال كل واحد منهم هنا نجيب لام سين يساوي صفر أول شيء باستخدام توزيع ذي الحدين اثنين ان سي ار صفر او اثنين فوق صفر بعدين نستخدم الباء اللي هي اثنين على ثلاثة اثنين على ثلاثة لكل اس صفر اللي هي الراء وبعدين واحد ناقص باء اللي هي واحد على ثلاثة لكل اس نون ناقص راء اللي هي اثنين ناقص الصفر يعني هنا تاخذ اس اثنين يساوي اثنين ان سي ار صفر طبعا آه واحد و2 على 3 أس 0 طبعا 1 إذا 1 في 1 1 على 3 تربيع بيكون 1 على 9 أه نكتب لام س يساوي 1 الحين نوجد الاحتمال الواحد إذا 2 أن سي آر 1 بعدين 2 على 3 أس 1 بعدين 1 على 3 ياخذ أس 1 لان هنا ياخذ الاسره وهنا ياخذ نون ناقص ر اللي هي 2 1 يساوي هنا 2 ان سي ار 1 يعني 2 اه في 2 على 3 في 1 على 3 بيكون 4 على 9 الجواب الان نجيب اللي هو احتمال السين تساوي اثنين الاحتمال عند الاثنين يكون نون ان سي ار را اللي هي اثنين ان سي ار اثنين او اثنين فوق اثنين بعدين اثنين على ثلاثة اللي هي الباء تاخذ اس الراء اللي هي اثنين وبعدين واحد على ثلاثة اس صفر لان صفر هنا اللي هي اثنين ناقص اثنين 2 ان سي ار 2 نفس الشيء 2 2 ان سي ار 2 هنا 1 1 في 2 تربيع وهنا 1 على 3 اس 0 ايضا 1 اذا هذه قيمتها 1 وهذه قيمتها 1 بعد كده 2 على 3 الكل تربيع يعني بتكون 4 على 9 بكذا لو جينا نشوف مجموع الاحتمالات هنا اللي هي مجموع احتمال الص... احتمال الصفر زائد احتمال الواحد زائد احتمال الاثنين نجد انه يكون واحد لان واحد زائد اربعة خمسة خمسة زائد اربعة تسعة تسعة على تسعة, تسعة يعني واحد نكتب الحين جدول التوزيع الاحتمالي اللي هو المطلوب في الف توزيع الاحتمالي اللي هو عبارة عن سين ولام سين قيم السين هنا صفر واحد واثنين صفر واحد واثنين والاحتمالات هنا واحد على تسعة وهنا أربعة على تسعة وهنا أيضا عند الاثنين أربعة على تسعة هذه الإجابة للسؤال والسؤال ما في أي خطأ طبعا وباء طلب منا القيمة المتوقعة للمتغير العشوائي إذا كنا نجيب على باء ايش كان هذا السؤال الف يعني الاستفسار عن الف عن لام. وقالوا ان هم في لام ثلاثة هو ما في لام ثلاثة اصلا اصلا بس لام صفر وواحد واثنين فقط ما في ثلاثة لان اصلا عدد مرات تكرار التجربة في هذا السؤال هي اثنين لانه هو قال عدد القاء عند القاء قطعتي نقد واحدة تلو الأخرى قطعتين نقد يعني معناته أن نون اثنين اللي هي عدد مرات تكرار التجربة فظهور الصورة ممكن ما تظهر ممكن تظهر مرة واحدة ممكن تظهر مرتين جميل احنا يعني ان شاء فما فتأخذ ناخذ احتمال الصفر واحتمال واحد واحتمال اثنين ما في احتمال للثلاثه ابدا إذا أنت كذا يعني قطعت الشك باليقين إذا السؤال صحيح ما في أي خطأ يعني سؤال الاختبار التقريبي ما في أي خطأ طيب أيوه آه ناخذ أحمد من المكالمات اللي معنا أحمد السلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال أحمد؟ الحمد لله طيب من وين؟ من الشرقية والله من الشرقية ما شاء الله اليوم اتصالات مكثفة من الشرقية أعطيني السؤال م. لك أحمد اقول لك ما عندي سؤال واحد فقط السؤال الاول الاختياري رقم 14 في الاختبار التجريبي هذا؟ <applause> نعم نعم السؤال الاول اختياري رقم 14 اختياري 14 رقم 14 طيب تمام يا احمد شكرا موفق شكرا موفق ان شاء الله احمد موفق ناخذ حمد الفرعي السلام عليكم عليكم السلام حمد كيف الحال؟ الحمد لله تمام من وطنان. وين؟ من الشرقية من الشرقية ما شاء الله. طيب أعطيني سؤالك أستاذ يعني أنا عندي يعني استفسار إذا إذا يعني في في إمكان عندي استفسار وسؤال بس إذا ما في إمكان ما مشكلة بعطيكم سؤال جميل زين تفهمت أعطيني سؤال السؤال رقم 12 صفحة 233 في الكتاب صفحة 233 نعم طيب رقم 12 هي رقم 12 نعم أيوه طيب. واذا اذا في وقت يعني استفسار ما حمد يا يعني ريت اذا كان بشكل مختصر ما في مناقشه يعني سؤال محدد واجابته محدده هو سؤال يعني نفس الشيء من الكتاب تفضل يعني سهل اللي هو في درس التطبيقات الهندسيه ل شو اسمه سؤال رقم 12 صفحه 138 138 طيب اي طيب ايش سعيد. استفسارك؟ تفضل استفسار يعني معطاي اللي هو الحجم هي فاذا تريد الحجم لا هو تستع... ما اعطاك الحجم هو عاطنك معدل تغير الحجم أيوة. معدل تغير الحجم صح نعم بس عشان نطلع يعني وش طريق عشان نطلع دال نون عشان نكامل نكاملها يعني اللي هي تكون كانون الزمن نعم زين عشان نكاملها ويطلع لنا اللي هو السرعه ويطلع لنا المسافه لا لا مطلوب في السؤال يعني لا انتبه انتبه انتبه, انتبه 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 انت تسال عن السؤال رقم 12 صفحه 100 وكم 138 138 ايوه 138 ايوه طيب السؤال هنا ما يخص التطبيقات الفيزيائيه لا تروح بعيد هو ما هو ما يسالك يعني ما تكلم عن المسافه او السرعه والتسارع هو تكلم هنا عن معدل تغير الحجم فهمني؟ يعني هذا يخص التطبيقات الهندسية اللي هو المشتقة والتكامل ما تكلم هو عن التطبيقات الفيزيائية اللي هي المسافة والسرعة والتسارع فهمني؟ يعني بس انت ايش المطلوب منك في... هذا السؤال بالمناسبة امس حلينا احنا تابع <تابر> الحلقة حلينا هذا السؤال بس يعني اعطيك الفكرة فيه معي؟ الفكرة أيوة. انك تكامل دال حاء على دال نون، تكاملها بتحصل على دالة حجم صح ولا لا؟ صحيح أيوة. ايوه لما تحصل على دالة الحجم عاد تشوف المعطيات اللي اعطاك اياها، هو عاطلناك ان حاء 10 تساوي 400 أربع تمام؟ أيه. وايضا هو يريد منك مطلوب ايضا الحجم عند بدء التفريغ وش يعني الحجم عند بدء التفريغ حاء صفر يعني... أيوة. حاء صفر واضح و... ويريد, ويريد الزمن اللازم وضح كذاك أيوة ويريد منك الزمن اللازم حتى يتم التفريغ الزمن اللازم حتى يتم التفريغ كيف نجيبه نساوي دالة الحجم بصفر معي ونوجد قيمة النون الزمن طيب مشكور استاذ عفوا حياك الله. شكرا حمد اذا ناخذ اجابه احمد فقط لان حمد كذا اخذ وقت كافي للاجابه نعم ونجيب فقط على سؤال احمد ايش هو سؤال احمد سؤال في التجريبي السؤال الاول في الاختيارات الاختيار رقم 14 طيب ان شاء الله الاختيار رقم 14 اللي هو السؤال الاول اختيار رقم 14 في م. الاختبار التجريبي بالضبط 2013 2014 السؤال يقول: إذا كان منحنى القطع المكافئ س يساوي م ص تربيع زائد واحد، يقطع المستقيم ص يساوي س زائد اثنين. ص يساوي س زائد اثنين. عند س تساوي صفر، يتقاطع المنحنى منحنى القطع المكافئ اللي هو س يساوي م ص تربيع زائد واحد. و ص يساوي س زائد 2 لما السين تساوي صفر طيب عشان نعرف النقطة كاملة عند س تساوي صفر الصاد تساوي اثنين لما نعوض هنا لما نعوض عن السين بصفر في معادلة المستقيم الذي يقطع منحنى القطع المكافئ لما نعوض هنا صفر بيعطينا الجواب كم الصاد اثنين إذا النقطة اللي يتقاطعوا فيها اللي هي صفر من واثنين نعوض صفر واثنين في معادلة القطع المكافئ في معادلة القطع المكافئ نعوض عن السين بصفر وعن الصاد باثنين لما نعوض عن الصاد باثنين اثنين تربيع بتكون كم أربعة إذا ميم في اثنين تربيع زائد واحد إذا بيكون عندنا أربعة ميم أربعة ميم زائد واحد يساوي صفر إذا أربعة ميم تساوي سالب واحد إذا الميم تساوي سالب واحد على أربعة الآن حصلنا على قيمة ميم إذا عرفنا المعادلة الحين معادلة القطع اللي هي سين تساوي سالب ربع ص تربيع زائد واحد نضرب في سالب اربعه للطرفين نضرب في سالب اربعه للطرفين بيكون معنا هنا سالب اربعه س يساوي ص تربيع ناقص أربعة. تكون ص تربيع تساوي، نكتبها بطريقة ثانية معادلة القطع، ص تربيع تساوي، سالب أربعة س زائد أربعة. سالب أربعة س زائد أربعة. الآن، ناخذ السالب أربعة عامل مشترك، بتكون سالب أربعة س ناقص واحد. بعد كذا نجيب رأس القطع رأس القطع المكافئ هنا واحد وصفر عشان نجيب البؤرة بؤرة القطع المكافئ لأن هي المطلوبة اللي هي البؤرة هنا أول شيء هنا معنا سالب أربعة ألف تساوي سالب أربعة إذا الألف بتساوي كم تساوي واحد إذا نطرح واحد من هنا من المحور السي من الأحداث السيني لأن القطع هنا معنا عبارة عن قطع صيني. إذا واحد ناقص واحد بيعطينا صفر وهنا طبعا الأحداث الصادي صفر، إذا البؤرة اللي هي صفر وصفر، هذه الإجابة على السؤال. تمام أستاذ هيثم، ناخذ مكالمات أخرى إن شاء الله. معنا عائشة، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال عائشة؟ بخير الحمد لله. من وين؟ من مسقط. من مسقط، سؤالك عائشة؟ طيب بس عندي استفسار معين. طيب هو تفضلي تفضلي اه استاذ بس في القطوع ال القطع الزائد او القطع الناقص متى نكتب منطبق على محور السينات او منطبق على محور الصادات ومتى نكتب يوازي محور السينات او يوازي محور الصادات طيب اه انت تابعي معي الحين وردي علي شوفي على الشاشه وردي علي طيب. وممكن. ممكن؟ ممكن طيب عشان تفهمي أكثر. شوفي طيب. معي مثلا ناخذ مثال في القطع الناقص. م -م. مثلا هنا س تربيع على مئة زائد ص تربيع على ستة 36 يساوي واحد. مثلا عندنا س تربيع على مئة زائد ص ناقص واحد لكل تربيع على ستة وثلاثين يساوي واحد هنا لو سألتي السؤال قلت ليش المحور الأكبر هنا هل القطع أول شيء هذا سيني ولا صادي يعتبر يعتبر سيني صح أيوة سيني أيوة. أيوة إذا المحور الأكبر منطبق على أي محور منطبق على محور السينات طيب معادلته صاد يساوي صفر على طول شوفي لما تقولي سينات لما تقولي ينطبق على محور السينات عينش على الصاد واضح؟ طيب الصاد ما فيها انسحاب اذا صاد ايش يساوي؟ صفر واضح الكلام؟ اذا أيوة. هذا كلمة ايش؟ كلمة منطبق هذا اللي يمثل منطبق طيب خليش معي في المثال الثاني س تربيع على مئة زائد ص ناقص واحد لكل تربيع على ستة وثلاثين يساوي واحد هذا نقول عنه القطع سيني ولا صادي أول شيء نقول عنه سيني. سيني هل المحور الأكبر منطبق على محور السينات ولا يوازي محور السينات يوازي على طول عين تروح في الصاد لما نقول سيني عين تروح في الصاد فيه انصحاب في انسحاب آه هنا أيوة في اها اذا هنا مو نقول عنه يوازم. ايوه حتى لو سالتش عن معادله المحور الاكبر على طول تقولي لي صاد يساوي واحد. خالص. واضح الكلام؟ ايوه واضح هيوة. هنا نقول اذا هنا ينطبق اما هنا ايش؟ يوازي المحور الصيني. بيب واضح الكلام؟ ايوه واضح، عندي بعد استفسار ما عايشه الاستفسار حولي مباشره البريد الالكتروني. استفسار بسيط هو يعني ما يا ريت يا ريت تقدروا الوقت ان طلبه في الانتظار اسئله كثيره تفضل عائشه طيب عندي استفسار صفحه 194 سؤال رقم 7 ب هذا صار سؤالين يعني الصفحة كم 194 رقم 7 والجزئيه ب طيب هو معطينا بين 24 الى 32 دقيقه لما نحوله الى التوزيع الطبيعي المعياري نعم طيب نكتب لام زاء اكبر من سالب واحد اقل من الواحد ليش اخترنا سالب واحد واخترنا واحد انت تسالي عن رقم سبعة ايوه رقم سبعة الجزئية باء طيب اول شيء انت لما تحولي كيف كيف جبتي سالب واحد اصلا هو اصلا 24. لما نحول 24 ناقص 28 تقسيم 4 صحيح؟ ايوه ايوه سالب 1 صحيح هذا الكلام و32 ناقص 28 تعطيش 4 4 تقسيم 4 بتكون كم؟ 1 واحد. واحد. زين عادي طبيعي ما بين السالب 1 وال1 ايش المشكله؟ بس كانت عندي هذه الاشكاليه كيف طلعنا سالب 1 و1 لكن فاهمه كيف تجيبيها ولا لا؟ ايوه فاهمه كيف نحول درجه الخام الى درجه معياريه خلاص طيب. تمام يا عائشه اتمنى لك ان طيب. شاء الله التوفيق بكره في قاعه الامتحان ناخذ شهد السلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال شهد الحمد لله تمام من وين من مسقط مسقط اعطيني سؤالك أه، السؤال عندي من امتحان السنه الماضيه م -م. 2012 2013 السؤال الاول رقم 6 دور الاختيار الاول التجريبي هذا لا لا الاختبار الدور الأول ولا ثاني الدور الأول دور الأول طيب مرة ثانية أي سؤال السؤال الأول رقم ستة الاختر آه طيب إن شاء طيب الله طيب يا شهد طيب أستاذ نعم معي لو سمحت بعد استفسار كده سريع للأستاذ آه عندي استفسار في القطع المكافئ لو طيب. مثلا يعطيني معادلة نعم ومثلا يعطيني قيمة سالب أربعة ألف ايوه مثلا لو اعطاني تساوي واحد واجيب منها قيمة الف راح تكون سالب ربع ايوه طيب هي هذا خطأ هي قيمة هذا ألف؟ خطأ يعني قيمة الف ما تكون سالبة قيمة الف لا هذا سؤالي ايوه ايوه لابد انها تكون موجبة ما يستوي تكون سالبة ليش ما يستوي تكون سالبة؟ لأن الف تعبر عن البعد بين الرأس والبؤرة أو بين الرأس والدليل والبعد هم. معروف البعد او المسافه نحسبها بالموجب ما نحسبها بالسالب. لكن لو هي تطلع لي بالسالب انا اخذ بس القيمة صح؟ بغض أنتي... النظر عن الإشارة. أيوه. أيوه يعني إيه... لو تطلع لي مثلا سالب ربع أنا ما آخذ الإشارة، لأنه إن... لما أطلع الدليل وأطلع البؤرة لازم خلاص خلاص ممتاز، كطريقة للحل ما مشكلة. فاهمة؟ أنا فاهم ايش أنتِ تقصدي. انا فاهم أيوه. ايش انت تقصدي كطريقه للحل ما مشكله لكن تروحي تكتبي ان الالف يساوي مثلا سالب كذا خطا لا تكتبيها بالسالب فاهمه نعم. بس كطريقه نعم. للحل انت تستخدميها كطريقه في الحل عشان تعرفي متى لما نريد البؤره نطرح نسوي ناقص الف ومتى نسوي زائد الف أيوه. انا فاهم قصدك لكن لا تكتبي الالف بالسالب ابدا واضح الكلام أيوة. واضح. أيوة. تمام لكن شهاد. كطريقة أتمنى. للحل استفيدي منها ما مشكلة يعني إذا كان سالبة تقدر تستخدمي ناقص إذا كان موجبة تقدر تستخدمي زائد طيب. تضيفي لما تتحولي من الرأس إلى إيش إلى البؤرة واضح الكلام أيوة واضح. طيب تمام تمام يا شهد إذا عايشة وشاهد كان يسألوا في في حل القطوة يعني مثلا الطالب كيف يعرف المساله اذا كان قطع زائد او مكافئ او ناقص نعم. يعني في حالات يجيبوا لهم مثلا نجيم او أيه التفريق الف بين القطوع ويتلخبط أيوه الطالب أيوه. كيف نعم. يعرف بالنسبه للقطوع المخروطيه نعم هو هنا في يعني في درس خاص لهذا الموضوع اللي هو اخر درس يتكلم الصوره العامه لمعادله قطع مخروطي هناك في يعني في صفحة 247 وضح لنا هذا الكلام قال نتائج للتمييز بين القطوع المخروطية الصورة العامة لمعادلة القطوع المخروطية لام سين تربيع زائد ميم صاد تربيع زائد نون سين زائد ياء صاد زائد كاف يساوي صفر عشان نعرف باختصار عشان نعرف القطع المكافئ القطع المكافئ ما في سين تربيع وصاد تربيع يا ان في سين تربيع وصاد تربيع ما موجودة يا أن في صاد تربيع وسين تربيع ما موجودة هذا باختصار عن القطع المكافئ نعرف القطع المكافئ واضح يكون أما بالنسبة للإشكالية اللي تكون في القطع الناقص والقطع الزائد لأن هم معادلاتهم في الصورة العامة تكتب بطريقة واحدة لكن كيف نميز أن هذا القطع قطع ناقص وكيف نميز أنه قطع أو قطع زائد نعرف أن قطع ناقص إذا كان معامل السين تربيع إشارته نفس إشارة معامل الصاد تربيع. يعني إذا كان إشارة السين تربيع موجبة، إشارة الصاد تربيع لازم تكون موجبة. إذا كان إشارة السين تربيع سالبة، لازم إشارة الصاد تربيع تكون إيش؟ سالبة. هذا في القطع الناقص. أما بالنسبة للقطع الزائد، معامل السين تربيع ومعامل الصاد تربيع يكونوا مختلفين في الإشارة. يعني إذا كان معامل السين تربيع موجب، معامل الصاد تربيع بالسالب. إذا كان الصاد تربيع هو الموجب معامل السين تربيع هو اللي بالسالب. هذا هو طريقة التمييز بين القطوع. جميل وطبعا يعني هناك في مثال اللي هو مثال 7 صفحة 247 يوضح هذا الكلام أكثر. جميل أنا حبيت يعني شفت أن السؤال بالنسبة لعايشة وشهد يدور في نفس نعم طيب نذهب إلى صفحة 194 أستاذ هيثم. نجيب على سؤال عايشة رقم 7 باء. 194 إن شاء الله. مية واربعة رقم سبعة صفحة مية واربعة اللي هو باء أولا السؤال يقول في تجربة على أطفال في الرابعة من عمرهم لاختبار سرعتهم في تجميع لعبة سهلة التجميع لوحظ أن الوقت الذي يستغرقونه يتبع توزيعاً طبيعياً بوسط ثمانية وعشرين. إذا واو يساوي ثمانية وعشرين اللي هي الوسط الحسابي. ثمانية وعشرين دقيقة وانحراف معياري أربعة دقائق يعني عين تساوي أربعة. ما احتمال أن يجمع أحد الأطفال اللعبة في زمن بين أربعة وعشرين إلى 32 دقيقة؟ اللي هو لام أربعة وعشرين. اصغر من س اصغر من 32 اول شيء نحول هذا الى توزيع طبيعي معياري لانه اعطانا القيم بالتوزيع الطبيعي ال 24 ناقص الوسط اللي هي 28 على الانحراف المعياري اللي هو 4 بس لو سمحت ممكن تخرج اضغط على ديسكتوب تمام، 24 ناقص 28 اللي هي الدرجة هذه ناقص الوسط على الانحراف المعياري اللي هو 4. أصغر، نحول السين إلى زاء. أصغر من 32 ناقص الوسط اللي هو 28 على الانحراف المعياري اللي هو 4. لام 24 ناقص 28 تعطينا سالب 4 سالب 4 تقسيم 4 تكون سالب 1 أصغر من زا أصغر من 32 ناقص 28 تعطينا 4 4 تقسيم 4 تعطينا 1 إذا هنا المطلوب المساحة ما بين السالب 1 وال1 المساحة هذه اللي هي ما بين السالب 1 وال1 هذه سالب 1 مثلا وهنا 1 هذه المساحة طبعا هناك في قانون يختصر هذا الكلام اللي هو إذا كان معنا عدد ومعنا عدد مثله بس بالسالب نحل بهذا القانون نقول اثنين لام زاء أصغر من العدد الموجب اللي هو واحد ناقص واحد إذا يساوي اثنين ضرب نبحث عن لام زاء أصغر من واحد في الجدول اللي هو صفحة ميتين وأربعة لام اصغر من واحد بيكون القيمه عند الواحد ثمانيه اربعه واحد ثلاثه فاصل ثمانيه اربعه واحد ثلاثه نضربها في اثنين ونطرحها ناقص واحد بنشوف الناتج بيكون الناتج فاصل ستة ثمانية اثنين ستة هذا هو جواب السؤال رقم سبعة صفحة مية واربعة وتسعين باء نذهب لي الامتحان الدور الأول العام الماضي نعم السؤال الأول رقم ستة اختر إن شاء الله هذا السؤال شهد رقم ستة السؤال الأول رقم ستة اختر طيب ان شاء الله يا ريت تكون الإجابة في ثلاث دقائق أو أقل ان شاء الله طيب هنا طبعا آه رقم ستة في الاختبار اللي هو 2013 2000 2012 2013 اللي هو الدور الأول الشكل المقابل يمثل منحنى الدالة قاف س فإذا كان أتمنى اللي يشاهدنا يعني وفاتح على ورقة الاختبار يكون يشوف الرسم الموجود هو سأل عن التكامل من سالب ثلاثة إلى صفر لقاف س في قاف شرطة س بالنسبة س وأعطانا معطى قال أنه هو يساوي ثمانية المطلوب أن نجيب القاف صفر أولا عشان نكامل هذه المسألة نحن عندنا المشتقة إذا هذه المشتقة تهمل بعد ما نهمل المشتقة نكامل القاف سين بيكون تكامل القاف سين قاف الكل تربيع على اثنين من سالب ثلاثة إلى صفر يساوي الجواب ثمانية حسب المعطى بعد كذا نعوض بالصفر قاف صفر لكل تربيع على اثنين ناقص قاف نعوض بسالب ثلاثه قاف سالب ثلاثه لكل تربيع على اثنين يساوي ثمانيه لو جئنا في الرسم اه نشوف قاف سالب ثلاثه هو الرسم معمول بذي الطريقه هذا المحور السيني هذا المحور الصادي هنا السالب ثلاثة إذا لما نشوف قاف صفر لكل تربيع طبعا هي تبقى مجهولة ما عرفناها حتى من الرسم ما نعرف كم القاف صفر هنا إذا بنكتبها مثل ما هي قاف صفر لكل تربيع على اثنين ناقص قاف سالب ثلاثة واضح أن سالب ثلاثة ومن سالب ثلاثة وصفر من الرسم إذا قاب سالب ثلاثة هي صفر صفر تربيع يعني صفر صفر على اثنين يعني كامل هذه صفر يساوي كم يساوي ثمانية إذا الحين معنا القاف صفر تربيع على اثنين اللي هي نصف نضربها في اثنين نضرب الطرفين في اثنين بيكون معنا القاف صفر الكل تربيع يساوي 16 لأنه ضربنا في 2 هنا تخلصنا من 2 اللي في المقام ضربنا في 2 هنا صارت 8 كم 16 هو يريد قاف صفر ما يريد قاف صفر تربيع إذا قاف صفر بتكون 4 الإجابة الصحيحة هي 4 جميل عندي مجموعة استفسارات أخذ منها استفسار واحد فقط من عمال عيسائي من البريمي نعم هل يوجد قي... أنا عند ايجاد قيمة الحجم في الناتج النهائي هل يجب ايجاد قيمة الباي او عادي نتركها باختصار إيجاد. لو تركناها ما في باس طيب ابدا اذا نعتذر للطلبة الذين لم نتمكن من الاجابة عن اسئلتهم في حلقة اليوم تابعوا الاعادة ان شاء الله بعد اخبار العاشرة ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق في امتحان الغد باسمكم جميعا اشكر الاستاذ هيثم بن سعيد السيابي معلم ماده الرياضيات شكرا لك استاذ هيثم كنت معنا على مدى حلقتين جزاك الله خير احسنت زميلتكم ريم زجالية ارسلت البرنامج من باب التحفيز هذه العباره صفوا امنياتكم واحسنوا الظن بربكم فامنياتكم اليوم هي واقعكم غدا باذن الله هذا ما نختم به حلقه اليوم تقبلوا تحيات فريق العمل ومخرج البرنامج بدر العميري التقيكم ان شاء الله في حلقات قادمه الى اللقاء